إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وبوأنا الله بحسن الإياب والمنقلب. حيا الله الوجوه والأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكسير. ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك في هذه العبادة المشهودة أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلمة ذكرت في القرآن في 28 موطنا وفي 28 آية، ودلالة تكرارها يدل على دلالة أهميتها. ومع ذلك فإن كثيرا من ملتمس العلم وإن كثيرا من أهل الإسلام لا يفقهون كيف يتعاملون مع هذه الكلمة، إن هي ألمت وأطمت وادلهمت. وهذا الفقه من الفقه العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يتعرف عنه. أضف إلى ذلك أنه إذا تكلم فيه أحد من الناس فإن أهل الباطل يغمزونه ويلمزونه، مع أنه جزء وركن وأصل أصيل في ديننا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذي قال فيه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما من طائر في السماء إلا وعندنا منه خبرا. هذه الكلمة تتكون من 3 حروف، ولكن هذه 3 الحروف هي مهلكة محرقة مليئة بالبلاء والابتلاء والاختبار. هي كلمة فتنة، الفتنة، الفتن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأمر الأمة أن تتعوذ منه، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الفاء والتاء المثنى والنون الموحدة أصل صحيح عربي لغوي يدل على البلاء والابتلاء والاختبار والإحراق. ولذلك لما تقول العرب: فتن النار الذهب، يعني أوقد عليه وأحرقه حتى ذهب خبثه وبقي معدنه. والله تبارك وتعالى عدد أنواع الفتن عز وجل، وذكرت كما قلت لكم في 28 موطنا، منها أيها المباركون نكرة
في 22 موطنا، وستة معرفة بالألف واللام في ستة مواطن. ولذلك كان من أعظم الفتن أيها المباركون هي فتنة الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرأيتم؟ هذه أعظم أنواع الفتن التي يغفل عنها الكثير من الناس. إنك لما ترى أمرا عجيبا أيها المباركون من وقوع الناس في الشرك من الطواف حول الأضرحة وإقامة القباب لشيوخهم ودعائهم من غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند أهل السنن: الدعاء هو العبادة. أما الدعاء مخ العبادة ضعيف، الصحيح الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء عبادة فلا يصرف إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه أمور لابد أن نأخذها على بال أيها المباركون. إن هذه الفتن من يتعرض لها ويستشرفها تستشرفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: قال الفتن من تشرف لها استشرفته، يعني من تعرض لها أخذته معها في طريقها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يحذر أن الفتن تكثر في آخر الزمان لما يبتعد الناس عن منهاج النبوة، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تقارب الزمان، يعني بعد عن موطن النبوة، كثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، عليه الصلاة والسلام. وفي حديث: لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج والكذب. قالوا: الكذب نعرفه، فما الهرج؟ قال: القتل، عافانا الله وإياكم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أمتي أمة مرحومة. والحديث عند الحاكم وأحمد وحسنه العلامة الألباني وضعفها الشيخ شعيب. قال: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، عافانا الله وإياكم. ولما دخلت المرأة على عائشة في الصحيح قالت: أتفتنون في قبوركم؟ تبتلون، تختبرون؟ قالت عائشة: لا. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن امرأة من اليهود قالت كذا وكذا وكذا. فقال النبي: نعم، نفتن في قبورنا. ثم أمرها والأمة جميعا بهذا الدعاء الذي يقال بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم يقول: أمتي أولها في عافية، يعني أول هذه الأمة اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عافية، وإن آخرها، آخر هذه الأمة في أواخر الزمان، يكثر فيه البلاء والفتن وأمور تنكرونها، وأمور تنكرونها من هذا الذي ترون من هذه الفتن المدلهمة في كل حين وفي كل فرع من فروع تلك الحياة. قال: حتى تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا،
يعني ما تنتهي فتنة إلى تأتي فتنة أخرى، حتى تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني الفتنة هذه أنا أهلك فيها، فيكشفها الله عز وجل. ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه يعني أيضا هذه أيضا أنا أهلك فيها، فيكشفها الله تبارك وتعالى. ثم قدم نصيحته لهذه الأمة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليلق الله لا يشرك به شيئا، ولا يأتي للناس إلا ما يحب أن يأتي الناس به إليه. وضحت هذه الأمور؟ وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمال فتنة، قال الله عز وجل، والأولاد فتنة، قال تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتن إذا جاءت لا تفرق بين ظالم وبين مظلوم، ولا بين صالح ولا بين طالح. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الزبير بن العوام: والله لما نزلت هذه الآية ظننا أنها نزلت في غيرنا حتى ابتلينا فيها. قال الإمام السدي رحمه الله كما نقل الطبري في تفسيره في هذه الآية، قال: نزلت هذه الآية في غزوة بدر، ثم ابتلي الصحابة بها في موقعة الجمل. الفتنة التي حدثت بين الصحابة ومات فيها شهيدا الزبير، ومات فيها شهيدا طلحة بن عبيد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن الفتن أيضا فتن الخروج على ولاة الأمور، وهي فتنة عظيمة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. وحتى لا يلتبس الأمر عندك ولا يغل قلبك على ذلك ولا يرفضه فتغمز الدعاة والعلماء الذين يتكلمون في هذه الأمور بالغمز والهمز واللمز، أريدك أن تخرج من هذه الخطبة وأنت واعي للأدلة الشرعية في هذا الباب، ومن الأمور المرعية التي قال فيها شيخ الإسلام: وأجمع علماء المسلمين على حرمة الخروج على ولاة الأمور. علماء المسلمين: الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي لا يفتى ومالك في المدينة، وهذا ما قال المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهم جميعا، أجمع علماء الإسلام على حرمة الخروج على ولاة الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليك أن تسمع وتطيع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه: وليس لك أن تخرج على ولي أمرك إلا أن تجد منه كفرا بواحا لك فيه من الله برهان، كفرا صريحا لا يقبل تأويلا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان في عهد المأمون، وتكلم المأمون بكلام من العجر والبجر في مسألة خلق القرآن، وأتى بفتنة عظيمة ابتلي بها المسلمون، وعذب فيها الإمام أحمد، وعذب فيها العلماء قاطبة الذين قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومع ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الحنظلي شيخ البخاري ومحمد بن نوح لم يقولوا بالخروج على من؟ على المأمون. يقول الإمام الفضيل بن عياض، وهذه جملة مشهورة وهو قائلها، قال: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح للبلاد والعباد. ويقول سهل بن عبد الله التستري: ما دام الناس بخير ما عظموا ولاة الأمور من الأمراء والعلماء.
فإن تركوا تعظيمهم هلك دينهم ودنياهم. وقال الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أطع الإمام ظالماً كان أو مظلوماً، داعياً كان أو فاسقاً، طائعاً كان أم عاصياً؟ قالوا: علمنا طائعاً، فكيف عاصياً؟ إيش الفائدة منه وهو عاصي؟ قال: يحفظ السبل ويقيم الحدود ويوزع الفيئة ويأمن الناس، ويأمن الناس. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وإمام ظلوم 60 عاماً خير من فتنة تدوم. إمام ظلوم 60 سنة، هذا دين الذي نحن نحكيه أيها المباركون. ولذلك لما بعض الناس يتململ من هذا الكلام نقول له: أين أنت من قول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقول: سمعنا وأطعنا. أين أنت من ذلك؟ أين أنت من حديث رواه فقيهي الأمة، 2 من فقهاء الصحابة، زيد بن ثابت الفرضي وعبد الله بن مسعود الفقيه، قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. أعيد: 3 لا يغل عليها قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، والنصح لولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ومن حديث أبي هريرة المحفوظ المشهور قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم 3، ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لولاة أموركم. أرأيت؟ ولذلك ربنا عز وجل حذر من هؤلاء الذين يدعون إلى الفتنة، فقال ربنا تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يقلبون الأمور، يلبسون الحق بالباطل. وقال ربنا عز وجل في التوبة: وفيكم سماعون لهم. انتبه لمثل هذا، لا تجعل أذنك هذا إلا أن تكون أذن ماذا؟ أذن خير. وقال الإمام البربهاري قال: ونرى الصلاة والجهاد والطاعة لولاة الأمر لكل بر منهم وفاجر، ما لم يأتي كفرا بواحا. وهذا قاله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية والتدمرية والحموية، وقاله أيضا الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وقاله البربهاري في شرح السنة في عقيدته، وقاله البصيري صاحب العقيدة السني وليس البصيري القبوري، وقاله الإمام البخاري رحمه الله، وقاله الإمام النووي رحمه الله، وأجمع عليه أهل الأمصار وأهل الإسلام جميعا أيها الكرام المباركون. وقال أهل العلم: وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا ندموا بعد ذلك، وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا ندموا بعد ذلك، سفكت الدماء واستبيحت الأعراض وتلفت المصالح وضاعت الحدود وضاع الأمن من الناس، حتى تمنوا أنهم لم يخالفوا أمر ربهم ولم يخرجوا على إمامهم وعلى ولاة أمورهم. إذن كيف المخرج من الفتن؟ هذا ما يكون في الجزء الثاني من الخطبة. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه،
وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه ورضاً بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبداً على الهاشمي القرشي أحمد صلى الله عليه وسلم، خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبي والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الخروج من الفتن أيها المباركون كفتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الوقوع في الربا وأكل السحت والحرام وفتن ما يسمى بالمظاهرات إلى غير ذلك التي ليست من الدين وليست من الإسلام. أما ما يرويه بعض المرجفين فيقولون لما أسلم حمزة وعمر فخرج في صفين على رأس كل صف منهما حمزة وعلى الآخر عمر وأقاموا مظاهرة في مكة، نقول هذا كل كذب، هذه كلها روايات الحزبيين والحركيين الذين يريدون أن يتغذوا على دماء المسلمين. أيها المباركون انتبهوا، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إني أرى الفتن في مواقع بيوتكم كما أرى مواقع القطر. فلذلك الإنسان ينتبه لفتنة تدخل في كل ماذا؟ تدخل في كل بيت. يقول: إني أرى الفتن في مواقع بيوتكم كما أرى مواقع ماذا؟ مواقع القطر. تنتبهوا لمثل هذا أحسن الله إليكم. ولا يستخفنكم هؤلاء الناس أيها المباركون الذين يريدون أن يفرقوا هذا الجمع، والله عز وجل قد أمرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل قد أمرنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول: والواجب علينا في وقت الفتن إن وجدنا من الإمام ما نكره الصبر، فإن هذه الأمة أمة الصبر والصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأمر الثاني: علينا أن ننشر التوحيد وأن نتوقف وأن نتوب عن البدع أيها الكرام المباركون، لأن الله عز وجل قد وعدنا: ووعد الله صدق وحق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله الذين آمنوا، هذا التوحيد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو المطلوب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن جل ما يقع فيه المسلمون من البلايا هو الشرك بالله تبارك وتعالى وانتشار المعاصي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الإمام القرطبي رحمه الله صاحب شرح مسلم وصاحب التفسير العظيم انتهت به حياته من قرطبة إلى مصر، فسئل: كيف تتغرب؟ تعرفون الغربة يا أخوان صعبة، إنسان في الأندلس يتركها ويذهب إلى إيش؟ إلى مصر بعدما سقطت دولة إيش؟ الأندلس وتفرقت. قال: إني لما رأيت المعاصي قد انتشرت، وإن الرجل يشرب الخمر والمرأة تزني، علمت أن الله سيعمنا بعذاب. فضاعت إيش؟ الأندلس. وكان سقوط الأندلس سقوط ملة وليس سقوط دولة، سقوط ملة، سقوط دين كامل تغير وذهب من بلاد إيش؟ من بلاد الأندلس، وحل الصليب مكانه. أيها المباركون، أفهمتم؟ المعاصي والذنوب، الربا الذي انتشر أيها الفضلاء. الريال بكم؟ الدولار بكم؟ دايروا شيك ولا كاش؟ طيب عنده شيك الآن ب50 مليون، يقول لك نديك كاش 40 مليون. هذا ربا أبو جهل وأبو لهب، ويفعلون ذلك عياناً
ويقول نحن مضطرون، كذبت وألقمت الحجر وقلت العجر والبجر، والله لست مضطرا أبدا، إنما أنت الذي صنعت الأزمة وأنت الذي صنعت البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحجرين على بطنه من الجوع وحوصر في الشعب 3 سنين عليه الصلاة والسلام، وحوصر في الخندق شهرا كاملا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحتى كانوا يأكلون أوراق الشجر. وفي غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع ما وجدوا أحذية يلبسونها، فقطعوا بعض عمائمهم وجعلوها أحذية، فسميت الغزوة بغزوة إيش؟ بغزوة ذات الرقاع. وهذا عيانا بيانا، يأخذ الربا ويبيع الربا ويشتري بالربا، والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أعلمتم لماذا نزلت المحقة المحق فينا أيها الفضلاء؟ من هذه المعاملات عيانا بيانا، ولا يستحي ولا يخجل أبدا، يبيع الذهب آجلا. يا إخوان، الذهب ما يباع آجل، هذه أصناف 6 من الربا كما في حديث عبادة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيدا، بيد هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يكون في نفس المكان، كما يحكي لي أحد الفضلاء، يقول هنا الأب في المغلق يبيع، وبينه وبين ابنه في نفس المحل مثل الدولاب، ويقوم المشتري ويبيع السلع على ابنه فين؟ من الجهة الثانية. أليس هذا الربا؟ ولذلك ينبغي للناس، كان عمر يدخل السوق فيسأل الباعة عن فقه البيوع، فإن لم يعرفوا ضربهم بدرته وأخرجهم، قال لا تفسدوا علينا أسواقنا. فسدت أسواق المسلمين من مثل هذه الأشياء، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: من ظاهر الربا فليعلن سيفه وليحارب ربه. فلا بد أن نرجع إلى الله عز وجل. علينا أيها الكرام الفضلاء بكثرة ذكر الله في وقت الفتن. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محاصرون شهر كامل في غزوة الأحزاب، وأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، البيوت في عورة والنساء نخاف عليهن، فماذا نفعل؟ قال: قولوا اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. هذا من كيسي ولا من كيس النبي عليه الصلاة والسلام؟ من مشكاة النبوة. هذا الدعاء وكثرته ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في وقت المدلهمات النبي ما كان عنده غير الصلاة والدعاء، كما فعل في بدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يرفع يديه بالدعاء حتى سقط رداؤهم من فوق منكبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ تستغيثون ربكم، حتى قال له أبو بكر: لينجزنك الله ما وعدك يا رسول الله. أيضا ترك المنابزات والشحناء، جار مع جاره. أحد الفضلاء يحكي لي: أسرة واحدة الآن يتقاتلون على المواريث، وسحبوا بعضهم بعضا إلى المحاكم، والنبي عليه الصلاة وأتم التسليم بأبي هو وأمي، يقول: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله. ويقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله عز وجل يقول الأمة جميعا ناهيا إياهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. ولما خلق الله الرحم تعلقت بقوائم العرش، قالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبارك له في إثره وأن ينسأ له في عمله، أو قال عمره، فليصل رحمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها
وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 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 أبصارهم. بمثل هذه أيها الكرام الفضلاء تحل العقد وتذهب المدلهمات وينجو الناس من هذه الفتن مع كثرة التعوذ منها. وكما قال أهل العلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، اسمع لهذا الكلام، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، أو قال: الماشي فيها خير من الساعي. الأمر الآخر: وسائل التناطح اللا اجتماعي. ما في داعي يا إخواني أن تخبب وأن تؤلب المنبر هذا والمحراب. ما جعل للأمور السياسية كما يقول الشيخ بن الشيخ الفوزان رحمه الله وأطال عمره على طاعته ومرضاته، ما جعل هذا المنبر وهذا المحراب للقضايا والأمور السياسية. عندك نصح كما جاء عند البخاري من قصة عمر مع النبي، أن النبي وزع مالا فقال عمر: ادي فلان يا رسول الله مؤمن. قال: أو مسلم يا عمر؟ قال: مؤمن. أو مسلم يا عمر؟ قال: فما كنت بعد ذلك أكلمه إلا كأخي السرار من فمي إلى أذنه. يقول الشيخ بن عثيمين: فلما يسألونه يقولون: يعني أنتم لا تناصحون ولا تلام. قال: أتريدون كلما ناصحنا أن نقف على المنبر ونقول لكم رحنا وقلنا لهم وقالوا لنا؟ ها، ليس الأمر يكون كذلك، جزاك الله خير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ناصحت يا أخي، تقول ما فعل، أنت أديت الذي هو إيش؟ الذي هو عليك، وبرئت في ذلك ذمتك، وأحسنت لولي أمرك. قال: ومن نصح لولاة الأمور جمع كلمة الناس عليهم، وليس تخبيب الناس للخروج عليهم، ولو حدث ذلك الكل سيعاني. لما تسفك الدماء لن تفرق أيها المباركون. حقن الله دماء هذه البلاد، وحفظ الله أعراضها، ونجانا وإياهم من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. فلا تجعل أذنك لتسمع لهؤلاء، وعليك أن تكون أذن خير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله تبارك وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في آية الذكر الحكيم: مبتدئا بنفسه، مثنيا بالملكة المسبحة بقدسه، مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه، قائلا حكيما عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وافقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنزل علينا من بحر جودك البركات، وكفر عنا جميع السيئات، وفقنا لقول لا إله إلا الله عند الممات. اللهم احفظ السودان من كل فتن يا رب العالمين. اللهم احفظ السودان من فتن الإنس والجان. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة ومن كل بلاء يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرخص أسعارنا، وجلل بالحجاب نساءنا وربنا وأبناءنا، ونجنا من المحتكرين ومن المضاربين وممن يؤذي المسلمين في أقواتهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا، من كان منهم حيا أطل عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم والعلى والجثم. والصلاة على المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم ما لاحق عمر وورق عود. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.